للأسف يا جماعة، والله يا دوبك رحت جبت عيش الكمون وجيت تقيت المصيدة ماسكة بلبل زي ما حضراتكم شايفين، بس طبعا هندخل بيه جوه علشان ما يطيرش مننا. لو تلاحظوا وشه لسه ما اتعورش قوي لانه ما لحقش. احسن يبقى خلبه ماسكه وشه برضه. بصوا سلك الارنب بتاعنا صغير حامي جدا. المصيدة التانية ماسكة بلبل برضه اهي، بسم الله ما شاء الله، تقريبا كانوا جايين سوا. لا ما شفته غير دلوقتي. طيب هنحطه ده دون وننصب المصيدة دي. في جماعة معانا الأستاذ محمود من الشرقية، صديق لينا للقناة. عامل مصيدة بسم الله ما شاء الله جميلة. بقول لي ايه كل المصايد اللي عندك واعمل المصايد ديت، هتمسك معاك يا امام افضل من المصايد اللي عندك دي كلها. المصايد اللي هي زي دي كده بالظبط، زي مصايد ام روحين اللي هي القلاب اللي جوه دي، بس عاملها بطريقه حلوه. عباره عن درج جوز دراج، درجين عادي تمام، والدرجون دولت عامل فيهم ايه حته كده خشبه او من اللي هي جايب حته من بتوع الالمنتال، مش خشب يعني، هي فرامايكا من بتاع الالمنتال. معلش البتاع دي. وعامل بها ايه، عايزه تتنصف فوق. وعامل بها المصيده هدمجها لكم ان شاء الله دلوقتي ورا المقطع ده، هتشوفوها بسم الله ما شاء الله شغالة 10 على 10، يعني جزء البلابل ما يجوش يدخلوا غير في الدقيقة اللي احنا رحنا نجيب فيها الخبز. انا طالع والله الصبح من شوية، حطيت للأكل للطير أكل، ما كانش فيه اي حاجه هنا، يا دوبك نزلت رحت جبت الخبز وجيت. نسيت اتحدث باللغه العربيه الفصحى، انا اسف على ذلك. الصدى دي مالها؟ طيب هنبقى نصبها بعدين، نجيب الاول البلبل ده. البلابل كترت معانا هي ان شاء الله. اي حد عايز بلابل يا جماعه يتواصل معايا. شوفوا ده بقى ما تعورش مقارنه بالتاني، هوريكم وشه. بصوا وشه فانا بناشد الحاج مصطفى كمال شريف والناس اللي بتعمل مصايد في سوق الجمعة، السيدة عائشة مفيهوش اي حاجة، بنشدهم انهم ايه يعملوا لنا المصايد. اوه لقد طار، انا ماسكه مستهزئ بيه طار من ايدي. دي بالنسبة لدي تبقى موجودة عند بتاع الالمونتان، بعمل بقى المطابخ الرخام. أهم حاجة في القصة دي كلها الخشبة دي، دي نظام جرد، زي نظام جرد مثلا هتفضي الحل فيه وهتجيب الجرد فاضي من فوق ومن تحت. دي شكله. بعد كده دي بتتعمل بإيه؟ برشامتين، جوز برشامات، وتروح عاملها في القاعدة دي نفسها في الماسورة، جوز برشامات. بص أهي، اتأكد منها
جوز برشامات في الخشب دي نفسيها بالماسوره، يعني تحط الماسوره وتخرم خرمين بحته الصاج كده زي ما كده بالصاج محطوط بالظبط من هنا ومن عليك اهو، وبتروح ايه مبرشمها فيها نفسيها، بتبقى دي كتله واحده، دي بتبقى كتله واحده الماسوره في دي، وبعد كده بتروح جايب الجلد ده وتروح فحره من هنا فحره صغيره اهي ومن عليك فحره صغيره وتروح حاططها فيها، وعظيم اللي هي بتنزل وبتطلع كده عادي بترط فيها اهي اهي اهي. وهنا هتحط مسمار صغير عشان زي ما رد عشان ما تطلعش لفوق خالص، يعني زي ما رد عشان ما تطلعش لفوق خالص، تنزل بس وما تطلعش لفوق. هنا بقى بالنسبه لدي تاني اهي، واخد بالك دي اهي 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 الخصه الصغيره اللي محطوطه دي اللي معموله بمسمار من هنا ومسمار من هنا دي عشان تمسك دي عشان دي ما تقعش، ونفس النظام الناحيه الثانيه. وقلت لك دي ثابته، دي ثابته اهي، ثابته خالص خالص، الماسوره في الخصتين ثابتين. تمام. وبعد كده الجنزير بقى اللي هو زي كده او اي حاجه طويله عشان ايه يبقى الوزن معاك خفيف، هو ده اهم حاجه يبقى الوزن خفيف خالص، اهم حاجه يبقى الوزن خفيف خالص عشان تشتغل كده بالظبط. وفكرتها سهله خالص، يعني انت نفذتها كده فكرتها سهله خالص، اهي نظام الخشبه ونظام الماسوره، وادي الماسوره تاني اهي اهي نظام الماسوره تاني، الماسوره دي ثابته، قلنا الماسوره في الخصه ثابته اهي اهي من ناحيه نفس النظام. وبعد كده هنا هتدوقها نظام حته الخوص زي دي برضه عشان تثبت الماسوره دي نفسها اللي هي دي، الماسوره دي نفسها عشان تثبتها اهي. وبعد كده الجنزير ده اخر حاجه. وبركاته. والله انت ما قصرتش، احنا مقصرين برضو. الله ينور يا باشا عليك يا عم. دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة هوبا معاك. بابا عايز اقول لك حاجة في ودنك يا بابا. دقيقة واحدة يا بابا. خلاص يا بقى يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة ها انزل مش شبه مملة ها يلا ها اوبا تسلم عليك.